بيان عاجل من القوات المسلحة المصرية، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل، صور خطيرة تنشر لسد النهضة، وتصريح مصري مقلق، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد أمين شرطة، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وتطورات جديدة بخصوص طاقم السفينة الجالحة، وتصريح مصري، وحكم غريب من المحكمة بشأن سيدة تعدت على ضابط، وبيان عاجل من الحكومة وتحذير المواطنين من الطقس في مصر. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها، وكل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من القوات المسلحة المصرية. وهذا البيان الذي نشرته القوات المسلحة المصرية هي رسالة طمأنة للشعب المصري. وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع محمد زكي شهد مناقشة بحث حول الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة. وقوات المسلحة المصرية يعني أوضحت أن كلية الدفاع الوطني المصرية نفذت بحثا لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة. زي ما قلت لحضراتكم، يعني هذه بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري ان في دراسة لحفظ الاستقرار للمجتمع المصري. وقوات المسلحة المصرية اكدت ان هذا البحث يأتي في ظل تصارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقرار هذا المجتمع وتماسكه، حيث انتهى البحث الذي تم تناوله خلال 3 جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصري وتماسكه حتى عام 2050. المصدر معانا كان من RT. يعني هذا البحث الذي تم دراسته للحفاظ على استقرار المجتمع المصري ل2050. فتحية كبيرة للقوات المسلحة المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. خبر آخر معانا، وعاجل، صور خطيرة تنشر لسد النهضة، وتصريح مصري مقلق. في ناس على السوشيال ميديا وخصوصا على موقع فيسبوك نشروا في مصر صورا تكشف عن قيام إثيوبيا بفتح البوابات العلوية لسد النهضة تمهيدا لعملية الملء الثاني. وطبعا وفقا للصور المنشورة أمس الخميس، فقد تم فتح البوابات العلوية عند مستوى منسوب 540 لتخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد تمهيدا للملء الثاني لسد النهضة. وفي وقت سابق عاوزين نتذكر ان وزير الخارجية الدكتور سامح شكري قال ان أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر، واشار الى ان المفاوضات اخذت وقتا طويلا، خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد. وسامح شكري اجتمع مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وقال إن موقف مصر واضح من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم، ووضح وقال إن مصر لن تسمح أن يقع ضرر عليها، وأشار إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الآن إثيوبيا قامت بفتح البوابات الموجودة في نصف سد النهضة لخفض مستوى بحيرة السد عشان يبدأوا يصبوا الخرسانة عشان يعلوا السد عشان يستحمل الملء الثاني لسد النهضة. سامح شكري قال إن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر. بمعنى إيه؟
بمعنى ان احنا زي ما الرئيس السيسي قال ان مياه مصر خط احمر، بمعنى ان لو تم الضرر بحصة مصر المائية هيتم التعامل مع سد النهضة، وده هيكون حق دفاع شرعي دولي عشان نحافظ على امننا القومي وامننا المائي. ومصر كانت في الوقت السابق وما زالت تريد ان تتوصل لاتفاق قانوني ملزم، وما صرحتش اي تصريح للحرب، على عكس اثيوبيا اللي قالت يعني فيما معناه في تصريح صادر عن الخارجية الاثيوبية بتتكلم عن القتال عن سد النهضة وانها يعني مستعدة للحرب فيما معنى كلامها. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر اخر معنا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد امين شرطة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. القت الداخلية المصرية القبض على امين شرطة يدعى محمود حسان المتهم في القضية المعروفة إعلاميا مجدي مكين، ضحية ضرب وتعذيب أدى إلى الموت داخل حجز قسم شرطة الأميرية. وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية يوم 17 إبريل الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لأمين شرطة في إعادة إجراءات محاكمتها لأميني شرطة في إعادة إجراءات المحاكمة بتهمة قتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية. وكان النائب العام أمر بإحالة معاون مباحث وتسعة من أمناء الشرطة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية مجدي مكين ضحية قسم شرطة الأميرية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم بوزارة الداخلية وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي نتج عنه حدوث غلطات في الرئتين وتسببت في وفاته. المصدر معانا كان من RT. وتحية كبيرة للقضاء المصري والداخلية المصرية على تنفيذ القانون. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا، وحكم غريب من المحكمة بشأن سيدة تعدت على ضابط. قضت محكمة جنح النزهة في مصر ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة في القضية المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة. وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضربا نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا. ووفقا لموقع اليوم السابع، فقد ذكر الضابط في أقواله أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وبعد صعودها إلى الطابق العلوي خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول. والموقع أضاف وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها لبيان ما صورته طبقا للتعليمات بعدم تصوير المحكمة سبته وهددته بعملها في الأمم المتحدة وأنه حاول إحضار أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلف بدلته العسكرية. وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية لاتباع الإجراءات الاحترازية ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليها قانونا. ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته
وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها. المصدر معانا كان من اليوم السابع، ويعني المحكمة حكمت على المستشارة بهيئة النيابة الإدارية بالبراءة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا، وتطورات جديدة بخصوص طاقم السفينة الجانحة وتصريح مصري. رئيس هيئة قناة السويس طلع وقال في مصر اللواء أسامة ربيع إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن ما زالت جارية، وأكد الفريق ربيع على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح التحقيقات، وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات. لافتا في هذا الأمر إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، وشدد على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة لأفراد الطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني لعلم حضراتكم إن السفينة محتجزة في منطقة البحيرات بقناة السويس، وده طبعا لضمان حق مصر في ما حدث من هذه السفينة وما قامت السفينة بأضرار لهيئة قناة السويس وللعالم أجمع ولحركة التجارة العالمية. خبر آخر معانا، وبيان عاجل من الحكومة وتحذير للمواطنين من الطقس في مصر. حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهايته في مصر. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن ذروة الحرارة يومي الأحد والاثنين ستصل إلى 41 درجة مئوية، وأكدت أن انخفاض الحرارة لن يعود مرة ثانية، وناشدت المواطنين بارتداء الملابس الصيفية الفاتحة لتفادي الحرارة في الفترة الصباح. وتشهد مصر موجة من التقلبات في الطقس، حيث تشهد مصر موجة باردة في أوقات غير معتادة، وبعدها يصبح الطقس حارا ثم يعود للبرودة مرة أخرى. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني هيئة الأرصاد الجوية في مصر بتقول للمواطنين والجميع المصريين ابدأوا البسوا لبس صيفي، لبس خفيف، لبس لونه فاتح، عشان زي ما حضراتكم عارفين ان اللون الاسود او الغوامق بتمتص أشعة الشمس وبتمتص الحرارة، فده طبعا هيأثر على درجة حرارة جسم الشخص. فيعني ناخد بالنا، ويوم الحد والاثنين ما نحاولش نخرج من البيت إلا للضرورة أو للعمل، عشان درجات الحرارة هتوصل ل 41 درجة مئوية. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا اي اي بي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. وكان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا اي اي بي. تحية كبيرة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، لأنه بيتعب معانا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.